بدر سلطان، انا نوريك واحد الصوره كنظن انت اللي بوستيتيها وبغيناك تقدم لينا هاد سيده الحظ. سيدة الحظ ياك انت بعدا؟ لا هذاك انا لا هذاك انا. علاش ماشي هذاك انا؟ لا هذاك انا مخبي ليها وجهها. لا ماشي انا اللي درت هذيك التصويره اصلا. وهذا اصلا ما كانش كاع داك القليب، راه شي واحد دار داك القليب. هذيك صديقه ديالي في في في, في ايطاليا، وكنا غير كنضحكوا انا وهي، يعني ماشي، وهي اللي درت التصويره. وانا اصلا قلت لها علاش ديري ديك التصويره، وعاتبتها بزاف، يعني قلت لها لان كاين بزاف اللي غادي يفهموا ديك الصوره غلط وصافي. قلتي كنتوا ضحكين، عندكم ضحك رومانسي شويه. لا كنا تما كليكه، كنا بزاف وكذا. وانا كان عندي الخاتم، كان عندي واحد الخاتم راه يمكن عارف وجود في هذيك اللي دا 80 مليون سمك تشارك ستيفاس اقول له الخاتم. وعجبها الخاتم بزاف، وقالت يا ريت انا راجلي المستقبلي يجيب لي بحال هذا الخاتم. فهمتي؟ وانا بالضحك درت لها زعما فوالا، يعني انا نقدم لك هذا الخاتم. قالت لي لا قدموا لي بطريقه رومانسيه، راك شايف الكور شويه رومانسيين زياده عن اللزوم. فهمتي؟ فلعبنا انا وياها، وبيناتهم بيناتنا يعني تصورنا، وهي حتى في نكته بين الاصدقاء. احنا بغينا غير نفرحوا بك ان شاء الله. قريبا العام ولا هكاك ان شاء الله. هكاك نلقينا شي وحده ظاهر. ها ما نقولش كتعطي راسك ما تقولش. بغينا نفرحوا بك. انا دابا باش غادي نقول لك ديك الهضره ديال الفنانين وكذا، عندي اولويات اكثر. عندي الدار، عندي دابا المجال الفني. دوز واحد العامين بالاكثر ان شاء الله، وراكم معروضين. كاينه هي ما نقدرش نقول واش كاينه ولا لا. كاينه قول لنا بلا. كاينه مغربيه ولا ماشي مغربيه؟ لانك كتسافر بزاف. لا والله ما نبغي ندخل في هاد التفاصيل. انا عندي الخبر. سكوت علامه الرضا.